صباح الخير. اليوم معي ثلاث طلاب من طلاب الصف الثامن جيم، طلاب رائعين صراحة. كان مادتنا احنا في الثامن اللي هي الباوربوينت، فطلبت من الطلاب يعملوا مشاريع. اليوم طبعا في ثلاث طلاب جايبين لي مشروع، بس طريقة شرحهم عجبتني واسلوبهم يعني، واستفدت منهم بعض المعلومات حتى عن الاشي اللي شرحوه. هون طبعا عندنا الثلاث طلاب، عمر عبدو، طارق صغير، ومحمد عشر. اول اشي طارق بدي بلش، بدي اشرح لنا عن البرنامج الباوربوينت او المادة اللي جايبها في الباوربوينت. هون اوكي، تفضل يا طارق. هاي لعبة ببجي. لعبة ببجي اختصار لاسم بلاير انون باتل جراوند. اوكي حلو. انا شو نظام اللعبة؟ باتل جراوند يعني نظام البقالة الاقوى او باتل رويال. طبعا صار كل يلعبها ليش؟ في سبب، لانها مجانية ما تحتاج جهاز قوي كثير عشان يلعبها. ما بدها يعني ريكوايرمنت او ما بدها مواصفات الاجهزة تكون عالية. والاختصار على فكرة انا ما كنت بعرفه يعني، هاي استفدنا منك معلومة حلوة يعني. بلاير انون باتل جراوند. واحد كمبيوتر واحد على حلو وبس. اوكي على السلايد اللي بعده. نعم. مين بدي اشرح هذا؟ عمر. اللي هو اسمك؟ عمر عبدو. عمر اهلا وسهلا. انت كان اخوك عندنا وطارق كان اخوي عندنا، يعني هاي طالبين صح؟ كان اخوك عندنا هون. تفضل. صرنا نلعب عام 2011، بس كانت نقابل العاب. شو هي الفورتنايت؟ احكي انه فورتنايت. اوكي. كان شاب في زومبي لازم تنقذ العالم من الزومبي. بس بعام 2017 نزلت باتل رويال بقاء اللقب. باتل رويال، بس احكي شوي عشان نفهم عليك. باتل رويال اوكي. اشتهرت لانها مجانيه وعلى كل الاجهزه تقريبا، وما بتحتاج جهاز، ما بدها مواصفات عاليه. واول نزلت كانت بمال واثنين شباب بس. كانت ايش؟ بفلوس. كانت اوكي، كانت المصاري وصارت بعدين فري. بس اثنين شباب ورجعوا لهم فلوس. وبسنة واحدة اخذوا 3 بليون دولار. بس هي انا مستغرب انها في 2011، انا ما سمعت فيها غير جديد يعني، ما بعرف ما كانت مشهورة. ما كانت مشهورة عشان كانت لعبة ضعيفة. اوكي حلو. روح على السلايد اللي بعده. مين السلايد اللي بعده؟ حسن. نرجع لطارق. طبعا هاي لعبة ابيك ليجند. ما اتوقع اي ولد بعمرنا ما بيعرفها، ما اتوقع، مستحيل مستحيل الربع مستحيل، الا اذا ما كان في تطور عنده وما عندهم نت او شيء. طبعا هاي لعبه ابيكس ليجند نزلت السنه تنافس فورتنايت وببجي. طبعا طارق جود توكر يعني، كان من احسن او كلهم ممتازين، بس كان هو احسن واحد بيعبر وبيشرح واسلوبه رائع يعني. كمل. فورتنايت اول ما نزلت الباتل رويال فورتنايت قبل شوي عمرو شرحها، بس اثنين شروها يعني ما كانت ابدا مشهوره. ولما صارت مجانيه رجعوا لهم مصاريهم، ودخل يوتيوبر، واليوتيوبر هذا عشان عنده مشاهدين كثير نشوفه. اما هاي ولا ستريمر فجاه لحالها هيك اكثر من شو عملوا، انتشر بشكل غير طبيعي. بساعه واحده جابوا 7 مليون واحد بيلعبوا اللعبه يعني. يعني هي شركه بدون منافس. حلو. طبعا اللعبه بتعتمد على اللعب الجماعي، يعني انت كنت تلعب لحالك ما راح تلاقي متعه باللعبه، لانها معقد شوي بدون اصحاب. اما مع اصحاب راح تلاقي بدك شركاء راح تستمتع باللعب. حلو. طبعا هاي اللعبه عباره عن بلاك اوبس 4 وديستني واوفر واتش، ثلاث العاب بيجتمعوا بلعبه واحده. ولعبة يعني هم هذول المراحل يعني ولا ايش بالضبط؟ هذول البلاك اوبس والديستني هذول العاب، العاب جوا لعبه رئيسيه؟ لا 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 ولا؟ هاي العاب كل واحد له شركه. شفت كل في ديوتي هاي ديستني هيك شوفوا، واوفر واتش اي اجين. اوكي حلو. طيب هاي اللعبه بتمثلهم كلهم لعبه واحده. حلو. طبعا بدون اذونات ولا شيء، لان في اشياء كثير بتختلف عن هاي الالعاب، لكن كمبدا يعني حلو. مبدا اللعب يعني بلاي جراوند لعبه 4 احسن يلعب مع بعض. طبعا اللعبه فيها شيء ابدا ابدا مش كويس ابدا ابدا، انه اللعبه فايت وين، يعني انا بدي افوز، بدي اشتري الشخصيه على الاقل حقها 20 دولار عشان افوز. يعني بدك تدفع عشان يعني تدفع عشان تفوز. يعني في استثمار بحت في الموضوع هون، مش انه ترفيه. يعني اما تلعب بسكنات الاساسيه، سكنات الاساسيه تغيري،
في سكن قوي باللعبه. اي واحد هلا اي واحد بتلاقيه معاه خمس سكن. سكن يعني جلد. انا بعرف معناها سكن شو معناها. سكن يعني شخصيه. اوكي. شخصيه ذات مميزات. اوكي. واللعبه هاي زي ما قلنا انها باتل رويال. حلو. السلايد اللي بعده مين؟ مش كثير مبين طبعا، راح اصور الشاشه هون. ايها اللعبه هذا زومبي وباتل رويال ومالتي بلاير. باول خمس ساعات نزولها، اول ساعه نزولها اخذوا 19 مليون عشان لعبه بفلوس 60 دولار. اول ساعه 19 مليون دولار. يعني كسبوا يعني. حلو. اللي هي البلاك اوبس 4 بالنسبه للمالتي بلاير. بدك تدفع تشتري اسلحه بصراحه، واللعبه تقارب فورتنايت يعني. حلو حلو جدا. هلا شو اسمك؟ محمد محمود عشا. تفضل. لعبة ماينكرافت هي اللعبة عبارة عن كل شيء مكعبات. لعبة سيرفايفل لازم الواحد يعيش فيها. سيرفايفل. الصبح لازم تجمع كل أغراض من خشب من طعام من ماء من كل شيء. حلو. في الليل راح تلاقي مفاجأة اللي هي الوحوش. الوحوش هاي السكيلتون الزومبي القريب اللي هو المتفجر. اندرمان اللي هو اللي بيختفي فجأة وتلاقيه فجأة. حلو. هذا صعب جبته. مع التطورات راح تصير تجمع أشياء راح تدخل لعالم النذر اللي هو عالم كله بركي. ايها حلو. راح تاخذ منه أشياء راح تلاقي أشباح. طبعا هذول بيلعبوا على نظامين من تشغيل اي او اس يعني على الايفون وعلى الاندرويد. حلو. كانت تلعب على بلاي ستيشن وبي سي. اوكي. ما في بس. اوكي ماشي. لا فيش. كمل. روح على السلايد اللي بعده. فيش هذا. سكر الباب سكر الباب. اخر سلايد. يعطيكم العافيه. تعال يا طارق سكر الباب سكر الباب. يعني كنتوا ممتازين الثلاثه. يفترض ما فتحت الباب على فكره. تعال وقف هون وقف هون. انتوا ثلاثه ممتازين وموضوعكم حلو ويعني طريقه شرحكم ممتازه خاصه طارق. يعني برجع بحكي مره ثانيه وانتوا ثلاثه كنتوا مميزين وانا استفدت بعض المعلومات من مشروعكم. بشكركم جدا. راح انشر الفيديو على صفحتي. اوكي شكرا لكم.